من البحرين ناس محترفة مهرجانات. لا احنا عاوزين ليس ناس دي يعني ايه تبعد عننا شوية، خلينا نشتغل. احنا عاوزين المستثمرين الجادين المنتجين الجادين اللي هم لهم مشاريع، اللي يجي على ارض مصر يدفع ويدفع فلوسه ويجي على حسابه ويستثمر على ارضه ويبقى مقتنع ان هو جاي عشان يشتغل، مش جاي عشان يعني يبقى في سهرات وكده. لا احنا عملنا جد جدا والحمد لله كل اللي جوم السنه دي، عندنا 550 ضيف جايين من العالم العربي، كلهم جايين يعني جايين بحب شديد لمصر، جايين بحب شديد لمشاريعهم اللي هتكون على ارض الواقع. عملنا اتفاقيات كتيره جدا، اهم الاتفاقيات خاصه في الانتاج الزراعي، يعني في مشاريع جانبيه صغيره، في مشاريع الانتاج مشترك ده اللي هو كان مرئي، في قنوات فضائيه هتطلق من على ارض مصر، في بعض من القنوات الفضائيه احنا اتكلمنا حتى في القنوات المعاديه لمصر في الاقمار الصناعيه. عندنا كل الاقمار الصناعيه كانت مشاركه معانا بشكل كويس واصحاب قرار، يعني جايبين ناس الى اصحاب قرار. معلش بقى كل سنه طيبين، وعشان زي ما انتم شايفين طارق اعلام